إذن السلام عليكم إخوان، أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناة جلوج علي. هذه القناة رجعت متنوعة، فيها كل شيء، أي حاجة كاينة هنايا، جميع الفيديوهات فيديوهات متنوعة، حيتاش لحد الآن باقي ما لقيتش الجمهور اللي غيوقف بجنبي، الجمهور اللي غيساندني مثلا باش تخصص في واحد الحاجة. الصراحة صعيبة، يعني باش يكون عندك واحد التخصص او لا واحد الاتجاه، خص يكون عندك الجمهور بزاف. وبالتالي انا حاليا كنحاول نكسب غير الجمهور. اذا موضوعنا اليوم حول تنشئة او لا قناة يوتيوب. كيفاش غتعمل قناة يوتيوب؟ علاش بغيتي تعمل قناة يوتيوب؟ انا صراحة من عادتي كيعجبني نعطي النصائح، الارشادات، اي حاجة، الحاجة اللي كنعرف انا كيعجبني نوصي بها عباد الله، ولا كيعجبني ننصح بها الناس. دابا يا اخي يا اختي، قبل ما تفكر على انك تعمل قناة في يوتيوب ولا دير قناة في يوتيوب، خصك تفكر شنو اللي ميزة ولا شنو هما الحاجات اللي غتزيد انت لهاد يوتيوب. يوتيوب هو واحد الفضاء عام، ياك، كل واحد يدلي بمهاراته، كل واحد كيبين المهارات ديالو. انت شنو عندك؟ شنو هي الاضافة اللي غتزيدها؟ واش انت مجرد رقم ينضاف لهذا العالم الافتراضي، او انك عندك شي موهبة، عندك شي حاجة تعطيها للناس يستفدوا منها الناس؟ دايما هيدا خص الانسان يفكر، انا من اللي غنعمل يوتيوب واش على اساس انني عندي واحد الموهبة، عندي شي حاجة يستفدوا منها الناس، عندي شي حاجة نفيد بها هاد الشعب، هاد الامة، او لا انا غير كنفكر في الفلوس، لا انا خصني نربح، لا انا الهم ديالي انا خصني نربح. وكيفاش غتربح؟ خصك تقدم شي حاجة. اما اذا كنت داخل ما عندك حتى حاجة، ما عندك لا موهبة، ما عندك حتى مع شي حاجة، انا بغيت نربح فلوس صافي، انا بغيت. وكيفاش غتربح فلوس؟ راه خصك تعمل شي حاجة. انا بغيت نربح فلوس، نهز فيديوهات ونحطهم كذا، كتلقاه مسكين ما كيفهم حتى حاجة، ما كيفهم لا في المونتاج، ما كيفهم حتى حاجة، كيف نهار كامل جالس طالع هو تبادل اشتراك، تبادل اشتراك، اشترك معي، اشترك معك، ما عنده شغل، هو هذا هو شغله. المهم يوصل الألف ابوني. ملي كيوصل 1000 مشترك، كتبان له الدنيا مظلمه، ما كيبقى فاهم والو. السيد ما عنده لا جمهور لا حتى حاجه، واصل 2000 3000 مشترك يعمل فيديو، ما كيجي لعنده حتى واحد، كيبقى تبادل الاشتراك، او تبادل الاشتراك الى اخره، يمشي عندي يجي لعندك، دائما كيبقى انسان تالف. وبالتالي اقول كاينين بزاف ديال الناس كنعرفهم كيعملوا هذه القضيه، بزاف ديال الناس كيوصلوا الالاف، 3000 4000 5000، في الاخر كيرجع الى حال سبيله، كيفشل كيمشي، حيتاش هو ما كيكونش عنده واحد الجمهور، ما كيكونش عنده واحد الهدف. هاد يوتيوب الهدف ديالو هو انه يربح فلوس باي طريقه. وباش تربح فلوس هنايا صراحه ماشي سهله، اذا كنتي معقول ماشي سهله، واذا كنتي كتنشر على الفضائح، راه اليوم وغدا غتجيبها في راسك، تقدر تتبع قانونيا، تتابع قانونيا من طرف شخص ما، او لا تنشر شي خبر ماشي هو هذا كيجمعك. وبالتالي هذا الفضاء هو فضاء لنشر المواهب، لمشاركة المواهب. أي واحد عنده واحد الموهبة، يعني كيتميز بشي حاجة، كيجي كيعمل قناة يوتيوب. مثلا واحد عنده اللغة الفرنسية، كيبغي يعلم الناس اللغة الفرنسية، واحد كيفهم في الرياضيات، واحد كيفهم في الطبخ، واحد كيفهم في الرياضة، واحد كيفهم في البيع والشراء، واحد كيفهم في شي حاجة ديال الدين، واحد كيفهم في الألعاب، واحد كل واحد باش كيشارك، باش كيكون واحد المشارك. اما اذا كنت ما كتفهم حتى حاجه، لا المونتاج لا الزواق ولا حتى حاجه، راه انت غير كتجري في الدنيا، هذا ماشي المجال ديالك، هذا ماشي الميدان ديالك، مشي قلب على راسك، مشي فتش، اعمل شي حاجه اخرى. راه باش تعمل يوتيوب خصك تقرا على هذا الشيء، خصك تفتش، خصك تبحث شنو الهدف ديالك من هذا يوتيوب. انت عامل قناه، شنو الهدف ديالك؟ شنو كتفكر؟ شنو بغيتي تعمل؟ ها انت معاك المشتركين، شنو غتقدم لهاد الناس؟ واش غتضحك عليهم؟ غتبقى تهز فيديوهات عباد الله وتحطهم في القناة ديالك، صافي، هذه هي يوتيوب، هذه هي الخدمة ديالك. لا انا بغيت نربح فلوس. وكيفاش تربح فلوس؟ وباش تربح الفلوس خصك تقدم للناس شي حاجة باش الناس يتابعوك. ايوا المهم شنو نقولوا، هذا الله يهدي ما خلقه، صافي، هذه مجرد دردشة، مجرد نصيحة للناس اللي بغاو يعملوا قنوات جداد في يوتيوب، خصو يفكر شنو الموهبة، شنو الإضافة اللي غيزيد لينا لهذا المجال. وهذا ما كان، كنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.